تقرير يعني عقليات كويتية جبارة تحولت من البناء والتنمية إلى الفساد والتخريب والكسب غير الشريف، يعني فتح النار. نعم. مركز الجومان ربما. إذا نتحدث نهى عن هذا التقرير ونناقش تفاصيل النقاط التي ذكرت بهذا التقرير مع ضيفنا من الكويت سيد ناصر النفيسي مدير عام مركز الجومان الاستشارات الاقتصادية. أهلا بك سيد ناصر معنا. أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني كما يقال وضعت يدك على الجرح الذي تعاني منه السوق الكويتية وأيضا النقاط السلبية، العديد من التساؤلات تطرح كذلك بخصوص النقاط التي ذكرت في التقرير، ولكن حتى الآن لا توجد أي إجابات حول ما تعاني منه السوق الكويتية. لنبدأ بداية من ناحية النتائج، نتائج النصف الأول التي تحدثتم عنها واستثنيتم منها أيضا نتائج التي سجلتها شركة زين جراء بيع حصتها في أفريقيا، بعد هذا الاستثناء والمحصلة النهائية التي جاءت على انخفاض على عكس الصورة قبل حذف الأرباح التي سجلتها زين، كيف تقيس النتائج نتائج الشركات؟ طبعا هذه في الإطار المتوقع بالنسبة لنا، حيث يعني التراجع هو السمة الغالبة لأداء الشركات بشكل عام. طبعا إذا ما استثنينا صفقة زين وأثرها، لكن اللافت أن أداء البنوك كان متميز بنمو ملحوظ 50% بالربع الثاني و16% في النص الأول، وطبعا هذا شكل أداء البنوك بالمقارنة مع الأداء الهزيل للقطاعات الأخرى، أن البنوك استحوذت على 60% من الأرباح المجمعة لجميع الشركات، وهذا نعتقد لم يحدث سابقا، لأن كان هناك قطاع الخدمات منافس قوي لقطاع البنوك في النتائج، لكن بدأ نتائج تشغيلية تتراجع بقيادة زين واتصالات وطنية وأجلتي. نعم. طيب أيضا نتحول إلى موضوع وهو يعني من ضمن استراتيجيات الاستثمار واستراتيجيات أيضا استعادة الثقة، يعني فتحت النار يعني حتى لم تكن مهادنا أبدا سيد ناصر، نتحدث عن موضوع المآزق، نحن يعني كما ذكرت نحن في مآزق متكررة، وخصوصا ذكرت يعني بهذا الشأن موضوع عدم الإمكانية تشكيل هيئة لسوق المال، هل برأيك يعني كما ذكرتم في التقرير العناصر لا توجد هناك عناصر كفوءة، يعني هل فعلا هل سبب، هل يمكن تصديق مثل هذا الكلام في كل الكويت يعني وفي الشق القطاع الاقتصادي لا يوجد عناصر مؤهلة لهذا المنصب؟ طبعا يعني الواحد ما وده يتكلم بهذا الموضوع، لكن يجد نفسه مضطر للحديث بشكل للأسف مؤلم عن الوضع المرير الذي نعيشه، حيث أن الكويت سباقة في إنتاج العناصر المهنية المؤتمنة ذات الكفاءة المرتفعة في الستينات والسبعينات، كان عندنا مخزون رهيب يعني عمل على التنمية والبناء، لكن الآن عندنا أيضا كفاءات لكن بالاتجاه السلبي للأسف الشديد، لأن البيئة للأسف شجعت على الفساد، فتحولت العقليات الجبارة في البناء والتنمية إلى عقليات فاسدة للتخريب والكسب غير الشريف كما ذكرنا في التقرير بشكل واضح، فهذا قلص فرص أن يقود هيئة سوق المال أناس أكفاء وأمناء، هناك أكفاء لكن غير أمناء للأسف الشديد في الكويت، الأمناء موجودين لكن هم يعني مبتعدين عن الساحة لأن يواجهون يعني حرب شرسة من جانب الفاسدين، فبالتالي ما هم يعني مجبورين أن يدخلون في نزاع عنيف مع هؤلاء، لكن نتمنى يعني بالنهاية أن يتصدى لهيئة سوق المال عناصر يعني ذات كفاءة وأمانة مقبولة حتى يمشي القطار، لأن في عناصر متربصة بالوضع المالي والاقتصادي خاصة البورصة يريدون نسف قانون هيئة سوق المال، يقولون شفتوا 3 شهور الدولة عجزت أن
توفر كفاءات لهيئة سوق المال. يعني هل سيكون بمستوى المجلس على الأقل يعني حتى لا توضع في رأس يعني شخص واحد، هل من الأفضل أن يتشكل مجلس لقيادة هيئة سوق المال؟ ومن الصعب، هل من الصعب على الأقل أيضا تفتيت مسؤوليات، يعني حتى لا تتحدد مسؤوليات كبيرة في يعني في عاتق شخص واحد أو أشخاص معدودة، لكن تتفتت المسؤوليات إلى مجلس يقوم بالإدارة بإدارة الهيئة؟ هو طبعا مجلس من 5 أعضاء، هم سموهم مفوضين، ترجمة للكوميشنرز، رئيس ونائب رئيس و3 أعضاء. طبعا هذا المجلس الخطير والمهم يحتاج إلى دعم لوجستي إن صح التعبير في تحليل البيانات، والقانونيين والمشرعين والمحللين الماليين وفريق يعني متوفر محترف هذا الجهاز أستاذ ناصر؟ هل هذا الجهاز على الأقل متوفر حتى نقوم بربما بتركيب قياديين ليقودوا هذا الجهاز؟ هل هو متوفر حاليا هذا الجهاز الآخر جهاز نعم طبعا هو متوفر، لكن بالحد الأدنى، لكن مع مرور الوقت لا نستطيع يعني أن نسير بالسرعة القصوى من الدقيقة الأولى.